بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه مهدا ايام مباركات وايام القران ايام انوار واسرار وفتح وتوفيق وسداد ويا سلام لما تكون كمان احنا عايشين مع القران وهو بيبني فينا كمان حاجه من الناس بتعتبرها الكنز المفقود والسعد لكل الناس هي مساله السعاده لما نيجي نتكلم عن مجال السعاده والمجال السادس اللي احنا بنختم بيه رحلتنا مع القرآن في شهر القرآن، فاحنا وصلنا إلى مجال السعادة، وامبارح كنا بدأنا مع مجال السعادة، وقلنا امبارح إن السعادة مش فكرة ولا السعادة لحظة، دي السعادة حياة والسعادة حقيقة بنعيشها وبتملى كل حياتنا، والنهارده إذا كنا امبارح بنقول إن السعادة حياة، وإذا كنا بنقول إن السعادة حقيقة لازم نتكلم مع البعض منا اللي بيظن ان السعاده بتيجي فجاه وبيفضل قاعد مستني السعاده لما تنزل عليه من السماء وتبقى مفاجاه وتبقى بالنسبه له حاجه مدهشه وحاجه ما كانش منتظرها بس تيجي ويعتبر ان السعاده دي حاجه طفره بتحصل له في الحياه احنا لا نؤمن في البرنامج ده بان السعاده كده مش لان احنا دي فكرتنا لا لان القران هو اللي علمنا ده النهاردة القرآن بيكلمنا وخاصة وإحنا بنفتح سورة النجم بتدينا حقيقة تانية في سورة الرحمن في عندنا معنى من المعاني المهمة اللي بنسعى إليها وإحنا سيرين في الطريق إلى الله بنسير إلى الطريق إلى الله وبيبقى عندنا حاجة مهمة جدا 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 إني إني السعادة ليست يا سادة كما نتصور هي فجاه ولكن السعاده بتكون في الطريق بتكون في العمق وعشان كده بنسمع قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فايه النهارده بتعلمنا ان السعاده بتكون في الطريق ان السعاده بندقها لما بنسعى في الحياه في كل تفاصيلها فنرى احسان الله سبحانه وتعالى لنا فنسعى شاكرين لله سبحانه وتعالى لازم نعرف ان السعاده مش مش بس في التفاصيل ده السعاده كمان في التفاصيل وفي عمق الاشياء يعني السعاده في شكل راسي وكمان وفي شكل افقي عارفين ده معناه ايه ان انت لما لما تيجي تطلب السعاده هتلاقي السعاده في كلمه هتقولها لحد هتلاقي السعاده كمان في عمق الكلمه ان هي ممدوده الى قلب اللي انت بتكلمه فتبقى السعادة في الكلمة والسعادة كمان في قلب الشخص وفي أثر وفي أثر الكلمة الحلوة اللي أنت بتقولها للشخص ده. فمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان يحس بالسعادة وبتصرف قلوبنا عن كل الأوجاع لكن كمان السعادة العميقة، لكن في حاجات بتصرف كمان عنا عن السعادة، عارفين إيه؟ حاجة عندنا ده وحش أوي أوي قوي بتخلينا ما نقدرش نعيش السعادة. بوسعها وبعمقها عارفين ايه ده انا بسميه ده الانتظار تلاقي الشخص المنتظر ده اللي منتظر السعاده ومنتظر يجيله له فرصه ومنتظر يجيله الخير ومنتظر منتظر كله منتظر منتظر حاطط ايده على خده مالك يا سيدي يقول لك منتظر الفرج منتظر الفتح وزي كان عندي حكمه بحبها قوي هل من حسن الادب ان تنتظر الفتح وانت في حضره الفتاح المنتظر فاتح على نفسه أبواب جهنم بوابة القلق وبوابة الشك والهوان فالمنتظر مطف الهمة وإخلاصه كمان إيه اللي حاصل؟ إخلاصه في شك لأنه لو كان مخلص لبادر بادر بأنه يسعى لتوسعة الرزق بادر أنه إن هو يحسن علاقته بغيره بادر أنه يخلي عمله دوت مليان جودة ومليان جمال اكبر مشكله عند الشخص المنتظر عارفين الشخص المنتظر ده إيه الشخص المنتظر ده تلاقيه دايما ايه ما يكملش الحاجه مستني حاجه ما بيتحركش بصوره صحيحه قاعد دايما تساله ايه اللي حاصل يقول لك انا منتظر بس الفرصه تيجي طب ليه انت ما بتسعاش ما انا منتظر المنتظر ده دايما بتشوف بيشوف النعمه في يد في ايد غيره وما يشوفهاش في ايده لانه متصور ان اللي منتظره هو ده النعمه لكن النعمه اللي في ايده دي ما يشوفهاش والنعمه اللي ربنا اداها طول الوقت ما بيحسش بيها فبالتالي منتظر بيصيبه ايه بيصيبه الصدأ الانسان تحس كده أنه هو مصدي قدراته ومهاراته بتصدي وقيمه بتصدي من قلة العيش بالقدرات وبالمهارات وبالنعم آه أصلاً عايز أقول لكم أن قدراتك نعمة قدراتك من إحسان الله لك فهل جزاء إن ربنا أحسن إليك وأدالك القدرات دي غير إنك تحسن إن أنت تعيش الإحسان ده؟ فلذلك قدراتك ومهاراتك وعلاقاتك كل دي ممكن تسيبها بعضها يسيبها الصدأ وبعضها يسيبها على شاشة لأن أنت منتظر الرزق يجيلك مع إنك أنت غرقان في رزق ربنا وفي نعمة ربنا أو منتظر إن علاقتك بغيرك تتحسن علاقتك بزوجتك تتحسن أو علاقتك بزوجك تتحسن أو علاقتك بأولادك تتحسن أنت منتظر. لكن ما بتبذلش اي حاجه ولذلك العلاقه يحصل لها ايه تصدي وبعض الاحيان تتكسر وبعض الاحيان كسرها ما بينفعش يتصلح لان انت ما بذلتش اللي عليك ان انت ما توقفش وما تنتظرش ولذلك تيجي قاعده مهمه دايما بنقولها نحن لا ننتظر ولكن ننظر الى نعم الله التي عندنا انا احنا ما بننتظرش لكن بنشوف نعم الله اللي عندنا ولذلك اللي عايز يحس بوسع ربنا ويحس بوسع ويبقى سعيد بوسع الله وبنعمته استثمر ما في ايديك من النعم يوسع عليك الله ويرزقك من حيث لا تحتسب فالاصل في الحياه انك بتسعى وان في في السعه في السعي سعه لازم تحس كده ان السعي فيه سعه اللهم انت الصاحب في السفر فكل ما بتمشي الله سبحانه وتعالى بيكون معاك ولما يكون معاك ما بالك باثنين الله ثالثهما ما بالك بشخص الله يسير معه ولذلك الحديث القدسي بيقول من اتاني يمشي اتيته هروله فكل ما بتسعى وكل ما بتمشي بتشوف رزق ربنا سبحانه وتعالى فلن تذوق حلاوه السعاده ما تمت تنتظر مفاجاه السعاده اكبر بكتير من ان هي تكون مفاجاه يعني ايه اللي منتظر ده ان يبقى يسعد ده السعاده اوسع بكتير من ان هي تبقى مفاجاه السعاده ملية حياتك كلها وعشان كده احنا مؤمنين بان السعاده بتملى الطريق وكمان بتكون رفيق بتكون رفيقك في كل اجزاء حياتك اللي مقرر ان السعاده مفاجاه يبقى مقرر ان السعاده تكون في اقل اوقات حياته ارجوك ما توقفش وما توقفش سعيك ومتقللش من سعادتك ومتوقفش سعادتك على حاجة سعادتك ما بتتوقفش على حاجة واحدة بس ولكن الله سبحانه وتعالى واسع والله سبحانه وتعالى يريد أن يكفيك فإذا كفاك الله وأسعدك مش هتجد نهاية للسعادة وعشان ما نكونش في من أهل انتظار السعادة ونكون من أهل النظر ونكون من أهل النظر والأنوار تعالوا نعمل ثلاث حاجات أنا أذكر منها أول شيء ان احنا نكون من اهل الاستبصار تستبصر في نفسك عشان تشوف النعم ان ربنا سبحانه وتعالى اداها لك والاستظهار انك تشوف نعمه ربنا سبحانه وتعالى وتظهرها في نفسك وتشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى خلى حياتك حلوه والاستحضار ان انت تستحضر طول الوقت وانت ماشي في حياتك ان انت لازم تحس انك منعم عليك وانك ممدود من الله سبحانه وتعالى وان عطاياه كثيره وعشان كده اختار نعمة من النعم اللي انت ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك وفكر ازاي ممكن تستثمرها في حياتك عشان حياتك تكون اكثر سعة وبركة فاستثمار النعمة من مقتضى الشكر تاني حاجة لا تتوقف ابدا استمر ولو استصعبت عمل ايه اللي حصل جزاء الاجزاء صغيرة كل يوم وما توقفش تالت حاجة توقف عن التأجيل أول ما تلاقي حاجة او تلاقي همتك هتقف وهتفطر اعمل اقرب عمل لقلبك واعمله لكن ما توقفش وما تاجلش خلي عندك كل يوم اجراء مهم أوي خلي كل عندك كل يوم مناجاه مع الله تشكر فيها مولاك على تودده اليك بالنعم وعشان كده لما تحس بتودد الله اليك بالنعم تحس بهذا الفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى يا ساده احنا لازم نقول ان نعم الله سبحانه وتعالى احنا غرقه في النعم واقول لكم عارفين ايه علاقه السعاده بالنعم السعاده دي هي النور اللي بيحصل في قلوبنا لما الواحد فينا بيشوف النعمه الحلاوه اللي الواحد بيدقها لما بيشوف النعمه الحس الرقيق اللي بيحسه الانسان لما يحس بالنعمه عايز تبقى من اهل النعمه لازم ما تكونش من اهل الانتظار ولكن تكون من اهل النظر، تكون من اهل الاستبصار، تكون كمان من اهل الاستحضار، وتكون كمان من اهل الاستظهار. ساعة ما تعمل ده هتقدر تشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى وتقدر تعيش بيها، وتقدر تحس كمان بجمال النعمة، وتقدر تحس إن النعمة دي هي أكتر شيء يحسسك بحنان ربنا عليك، وتحس ساعتها بإنك سعيد لأن ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يسارع في هواك، وكأنه يسعدك في كل نفس من أنفاسك وتشعر بأن كل نفس من أنفاسك مش بس مكتوب عليه ونفخت فيه من روحي ولكن هذا ما أسعد ما أسعد به الحبيب حبيبة يا رب اجعلنا دايما من أهل السعادة وما تحرمناش أبدا يا مولانا أن نكون دايما محل نظرك ونتيقن من هذا ونحيا بالسعادة على الدوام في كل نفس وفي كل لحظة من لحظات حياتنا وفي كل طرفة عين يا ربنا يا كريم اجعلنا من السعداء على الدوام يا أرحم الراحمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونكلمكم كمان عن السعادة بس كمان عن يسعد بأسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي هي جسر النور اللي بيفضل يفتح أبواب مجالس العلم ويفضل فاتح باب على على السماء وعشان يذكر اسمنا في الملأ الأعلى ونفضل في مجالس العلم ونتلقى أسئلتكم ونتلقى كمان جميع تواصلكم على صفحتنا النهاردة بنتكلم على تاني معنى من المعاني اللي بناها فينا القرآن وإحنا بنتكلم واحنا بنقرا سوره الرحمن الايه 60 واحنا بنتكلم وبنسمع قوله تعالى بيسري في قلوبنا وبيغسلنا وبيمننا من نور هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فنحس ان السعاده مالها السعاده؟ السعاده في كل التفاصيل، السعاده في عمق الحياه، السعاده في كل نفس، السعاده في كل حياتنا عمقا وكمان تفصيلا. ايه اللي حاصل؟ السعادة في الطريق يا جماعة السعادة في السعي وعشان كده عشان ما نحس بالسعادة اللي في السعي اوعى تكون من أهل الانتظار وخليك من أهل النظر وقلنا عشان نكون من أهل النظر النظر الذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى عشان تكون من الذين يرون بنور الله لازم في ثلاث حاجات أول حاجة الاستبصار تستبصر في نفسك وتشوف نعم ربنا عليك وما تصدقش كذب نفسك إن ما فيش نعم تاني حاجة الاستظهار تظهر نعم الله سبحانه وتعالى خلاص شفت النعمه اظهرها واما بنعمه ربك فحدث وتشوف النعم اللي تخلي حياتك حلوه تخلي حياتك مليانه بالخير ثالث حاجه الاستحضار تستحضر النعم دي وتحس انك منعم عليك بل تحس ان انت غريق في هذه النعم وان انت ممدود وان عطايا ربنا عليك كتيره وعشان كده تعمل ايه اختار نعمه من النعم اللي عندك وفكر فيها وازاي تستثمرها في حياتك وإزاي بيها حياتك تكون أكثر سعة وأكثر استثمارا وهو دوت معنى من معاني ولئن شكرتم لأزيدنكم وبعد كده توقف وابدأ وما تتوقف عن أي نوع من أنواع أي نوع من أنواع إيه الإحساس بالإحباط توقف واستمر في العمل وما تستصعبش أي شيء وإذا كان في عمل أكثر من قدرتك في الوقت ده جزأه واعمل حاجات صغيرة كل يوم تالت حاجة توقف عن التأجيل ولما تلاقي أهمتك بتفتر إيه اللي حاصل؟ اعمل أقرب عمل إلى قلبك بس ما توقفش آخر حاجة خلي عندك كل يوم مناجاة بتشكر فيها ربنا سبحانه وتعالى على تودده ونعمه اللي وسع عليك بيها وخلاك غريق في النعم وتعالوا نشوف أسئلتكم اللي هي نعمة من نعم ربنا علينا ونسمع أول سؤال من السيدة مسلمة من الإسماعيلية أستاذة مسلمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا فندم انا اولا انا بس عايزه اقول لحضرتك وسام طيب بمناسبه العيد وبمناسبه رمضان وجزاك الله كل خير وأشكر اشكر حضرتك بصراحه على لحقت امبارح بالذات في الاذان يعني فايت مع الواحد جامد جدا ربنا يجازيك كل خير بجد يا مولانا وكلام حضرتك النهارده بصراحه جميل جدا و... وبيشجع الواحد ان هو فعلا يبطل الافكار السلبيه دي بقى ان هو يعني يركز في المشاكل ما الدنيا فيها مشاكل وكل حياه الناس فيها مشاكل عارف حضرتك ويعني رب جزاك الله كل خير يا رب الله انا بقى كنت عايزه اسال حضرتك عن إيه الزكام ايوه دلوقتي فضل. مولانا انا زكاة الفطر طلعتها اول يوم رمضان طيب وبعدين انا كل الناس بتلومني على الموضوع ده بتقولي زكاه الفطر المفروض تطلع اخر يوم رمضان وان انا عملته دوت مكروه عند الله يعني هو مش حرام بس مكروه طيب انا فاهم حضرتك القصه كلها عشان بس ايه احنا عندنا كمان سنه وسوسه عشان نقفل باب الوسوسه ده خالص صح مش ياريت. صح كده يا ريت اه نقفل باب الوسواس بصي يا ستي احنا عندنا دلوقتي هو امتى سأل سأل العلماء هو إمتى الزكاة بتجب على الإنسان؟ بأول العمل ولا بنهاية العمل؟ يعني بأول رمضان ولا بنهاية رمضان؟ إحنا دلوقتي بقينا من أهل رمضان، فإذا أنا جه رمضان ودخل علي رمضان أصبحت من أهل من أهل الزكاة. خلاص أنا من, من أهل الزكاة دي إمتى وجبت عليا؟ لما دخل أو آخر, آخر آخر مغرب آخر يوم في رمضان، خلاص بقت واجب عليا إن أنا أخرج الزكاة. لكن انا لو عجلت الزكاه الزكاه كلها كافه اشكالها يجوز ان الانسان يعجلها لان الاصل في الزكاه ان هي فيها مصلحه للفقير فانا اذا عجلت الزكاه وانا من اهل رمضان واخرجت الزكاه فانا اخرجتها في وقتها صحيح ان الوقت الافضل هو بعد غروب اخر شم، شمس اخر يوم من رمضان ده الافضل وممكن نعجلها قبلها بيومين لكن ممكن ان انا اعجلها قبل كده بمجرد دخول شهر رمضان وتقبل ان شاء الله ودوت هيبقى الزكاة حققت مرادها وإن شاء الله كانت إن شاء الله أنت أديت الزكاة وما تسمعيش من كلام الناس عشان هيفضلوا يوسوسوكي وأنا قلت لحضرتك إن زكاتك إن شاء الله مقبولة وحصل إن أنتي أخرجتيها لما دخل رمضان نعم معانا السيدة أم محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ازي حضرتك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله ربنا يزيدك من معايا بقول لحضرتك فيه حاجة في حاجة حضرتك السؤال شويه في واحد ظروفه صعبه فمش قادر يدفع الزكاه بتاعه في رمضان مم. فهو دلوقتي معاه زوجته يعني عندها اعاقه وبرضه ايه جنب معاه بنته وابنه بيشتغلوا مم. ابنه وبنته دول ينفع يدفعوا له هو الزكاه هو امهم ينفع يدفعوا عندهم الزكاه يا امهم ينفع, ينفع ولو دفعوا عنهم الزكاه خلاص أجزائهم اه ينفع طبعا ينفع ده هم اذا عشان كانوا عشان هو مش عشان هو دلوقتي مش قادر يدفع يعني الزكاه لسه بالع بالع بالعكس لو كان الاولاد قادرين والاب دوت مفتقر وهو مش قادر على الكسب عليهم أوه. ان هم يدفعوا عنه الزكاه لان أوه. هو خلاص اذا هو افتقر فهو دوت من ع ع على اولاده ان هم اذا كانوا قادرين على الانفاق عليه ينفقوا عليه وعشان كده يجوز ان هم يدفعوا الزكاه عنه فده جائز ان شاء الله معانا الاستاذ محمد من القاهره يتفضل السلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير وبنعمه وبصحه وبسلام الله يخليك هل يجوز جمع صلاه الشفع والوتر بتشهد واحد نعم احنا عندنا ثلاث هيئات لمساله مساله, آه مسألة صلاة الوتر إما أن احنا ممكن نصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد وإما أن احنا نسلم من من الركعتين ونصلي ركعة واحدة ودوت جائز أو نصليهم مع بعض الثلاثة ويبقى فيه تشهد أوسط أفضل هذه أفضل هذه الأفضل هي أن احنا نصلي ركعتين ونسلم منها ثم نصلي ركعة واحدة ليه أفضل؟ لإن صلاة الليل مثنى مثنى فيبقى جمعنا ما بين حاجتين ما بين الوتر والالتزام أن صلاة الليل مثنى مثنى فيجوز ده أه يجوز ده ولكن الأفضل زي ما ذكرت لحضرتك كده. سؤال بيسأل نعمل إيه في ليلة القدر عشان نقدر نحصل ليلة القدر. ليلة القدر في الحقيقة هي عطية من الله سبحانه وتعالى عطية من الله سبحانه وتعالى لكرمه سبحانه وتعالى ولإكرام أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الكنز اللي هو ليلة القدر اتفتح على وجه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الناس قبلنا صاموا والناس قبلنا كمان عبدوا الله لكن خبأ الله ليلة القدر كرامةً لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في ليلة القدر عندنا شوية أعمال لازم نعملها أول حاجة لازم نتعود على مساله الدعاء، بس كمان الدعاء لازم يربينا، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيده عائشه ان هي اذا صادفت ليله القدر تقول اللهم انك عفو وفي روايه كريم تحب العفو فاعف عنا، فهو كان قاصد صلى الله عليه واله وسلم ان احنا نتخلق بهذه الاخلاق الوارده في هذا, في هذا في هذا الدعاء، يبقى اول حاجه ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا وخاصة بهذا الدعاء اللي احنا ذكرنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا الأمر الثاني إن احنا نبدأ نفتح على أنفسنا أبواب الوصل الدائم مع الله سبحانه وتعالى بالتخلق يعني إيه نعفو عن الناس لأن معنا إن احنا لسه في آية النهاردة وإحنا بنقرأ في آية سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذا كنت تطلب عفو الله فاعفوا عن الناس يبقى عندنا امر تاني جدا جدا مهم في ليله القدر ان احنا نسامح الناس لان الشخص كل ما قلبه كان مهيئ للعفو عن الناس كان قلبه كان الله سبحانه وتعالى كان ده دليل على انه من الذين فازوا بليله القدر ليه؟ عشان الايه النهارده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فانت اذا كنت عايز تعرف ان انت من اهل العفو ولا لا فخليك انت كمان من اهل العفو. وخلينا نذكر كمان اعمال اعمال كثيره ولكن نتلقى السؤال اللي عندنا معانا الاستاذ عولة من القاهره تتفضل اعمال كثيره ولكن استاذ عولة الو السلام عليكم ممكن اتمنى على حضرتك بس ان انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا استاذ عولة الو السلام عليكم اتفضلي يا استاذ عولة بقول لحضرتك ايه انا دلوقتي لما باجي بقرا القران ساعات بقرا بقرا من التليفون ده طيب. عادي نفعل. اه اه يجوز ان انت تقراي في التليفون انت قصدك بقى سؤال تاني هل سؤال؟ لازم أتو اكون متوضيه وانا بقرا من التليفون لا مش سوي... لازم مش لازم ثواني لا. في سؤال تاني اتفضل انا دلوقتي لي. قبل رمضان في شعبان طلعت زكاه بس الزكاه دوت من يعني انا في فلوس انا شايلها بتاعتي انا فطلعت منها دي بتاعتي انا وجوزي عادي يعني هو لازم يطلع وأنا اطلع معلش شويه كده انت بتسالي عن زكاه الفطر ولا بتسالي عن زكاه المال لا انا بسال عن زكاه الفطر انا طلعت عشان رمضان طيب لا لازم عشان تطلعي زكاه الفطر لازم رمضان يدخل مش هنطلع الزكاه أنا قبل رمضان أنا اذا طلعت كنت طلعتي قبل... اذا كنت انت طلعتي فاللي انت عملتيه ده صدقه يعني صدقة؟ اللي قبل رمضان اللي هو في شعبان ده ده كان صدقه صدقه يعني, يعني ايه احنا الزكاه زكاه الفطر دي ده واجبه لازم الواحد يطلعها يعني انا لو انا في فلوس انا شايلاها وطلعت منها انا وهو واحد ولا دي بتاعتي انا بس؟ انت لو عايزه تطلعي عنك وعن زوجك و... لا باس وأولادي. إن ده... انا بطلع بنيتي انا او اولادي يعني انت عايزه تطلعي دلوقتي في رمضان عنك وعن اولادك صح؟ استاذه استاذه علا أوه. استاذه علا بعد اذن حضرتك عملت... معلش وطي التلفزيون نعم. بس واسمعيني من التليفون بس عشان نقدر أيوة، نتواصل أيوة، معاك معاك حضرتك معاك طيب استاذه علا انت دلوقتي نعم. عايزه تطلعي زكاه الفطر عنك وعن اولادك صح اه انا طلعته انا كنت عم... انا طلعته في شعبان يعني دي صدقه مش مش زكاه دي صدقه مش زكاه خلاص احنا دلوقتي في أوه. رمضان طا عايزه تطلعي عنك وعن اولادك يجوز ان انت تطلعي عنك وعن اولادك ان شاء الله ويجزي ان شاء الله القراءة من المصحف قلنا السؤال سؤال الأستاذة علا بتقرأ من من المصحف المصحف اللي في التليفون دوت عشان فيه مش التليفون ما فيهوش فقط الأبلكيشن بتاع المصحف بس هو أه اللي في المصحف ده أه بقرأ كده في المصحف وآخد ثواب قراءة المصحف لكن لما أجي أحمل الموبايل أنا مش لازم أكون متوضئ لأن الموبايل فيه جملة من الأبلكيشن الجملة من الابلكيشن ده زي ما برضو بنقول كده في بعض الأحيين بنقول لبعض الناس لما يكونش متوضيين ممكن يحملوا القرآن اللي معاه تفسير اللي معاه تفسير أكثر من كلام القرآن فهو شايل كتاب تفسير وفي المصحف وعليه فهي لا يجب عليها أن تكون متوضية عندما تحمل التليفون وهي بتقرأ في القرآن نعم أستاذة صفاء من الجيزة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بصحة وسلام وبعافية إن شاء الله يا دكتور احنا بنستفاد منك كتير والله الله يرضى عنك. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة تفضلي يا حضرتك الله يخليك ليا سؤالين ممكن تفضل. طبعا تفضلي يا فندم أنا عايزة أعرف بس لو معي مبلغ مثلا خمسين ألف طيب الزكاه عليهم قد ايه؟ ما زكاه الف 50,000 ما لأن, خم... لان احنا اللي عليه زكاه بس لازم يكون بقى تشوف أو... او اذا كانوا هم بس دول لكن لازم لاز... تشوف بقى لو في رصيد تاني ولا حاجه احنا الزكاه بتطلع لا ربنا يوسع عليك يا رب ويفتح عليك ويبارك لك في مالك بصي يا ستي الزكاه عشان ت... تجب ايه لازم يبقوا إيه إيه وصلنا للنصاب خمسة وثمانين جرام ذهب ويكون حال عليهم الحول حول يعني سنة قمرية يعني سنة بالأشهر العربية دي يبقى دوت هو دوت اللي يجب عليه الزكاة نعم أم أحمد من الجيزة تفضل حاجة. أستاذ أم أحمد تفضلي أيوة السلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه كل سنة وانت طيب حبيبي وعليك طيبة وبصحة وسلامة يا فندم عايز أسأل حضرتك هو زكاة الفطر حبوب ولا فلوس؟ ينفع تطلع حبوب وينفع تطلع فلوس لكن الاكثر نفعا للفقراء دلوقتي هو المال الناس دلوقتي محتاجين محتاجين النقود عشان تستطيع ان هي تتحرك في حياتها فلو اعطيناهم المال هيكون افضل في حياتهم ودوت الاوفق اليهم ودوت اللي عليه ودوت اللي عليه الفتوى يعني اللي عليه الفتوى مستقره الفتوى ان الافضل الفقير الان هو المال فيجوز اخراج مال ودوت يكون مجزي ان شاء الله مين؟ أستاذ رشدي اتفضل أيوه لو سمحت أنا عمدي آه عندي 82 سنة إن شاء الله شاب يعني يا رشدي الله يخليك اتفضل وابني موظف كبير نعم. ومرموق في هيئة معروفة طيب و ومريض أمراض كتير جدا وعمل عمليات كتير جدا ربنا يجمعنا لنا تمام الأجر والعافية يا رب الله يخليك فأنا دلوقتي هو ما يقدرش يتحمل مصاريف العلاج. ولا نعم. العمليات. نعم. وأنا وأنا اللي بتحمل الحاجات دي. فهل دي تعتبر من الزكاه رغم إن هو ليه مرتب وليه وموظف كبير وكده؟ بص يا حاج رشدي، إحنا أي نفقة، نفقات العلاج ونفقات دي، وهو مش قادر على ده، يبقى إحنا داخلين عليها من مصرف الفقراء والمساكين. المستقر في الفتوى واللي عليه الأمر ده إن الزكاة ما بتدفعش لا لل... لا للأصول ولا للفروع ليه؟ لإن أنا لو دفعت للأصول أو للفروع كأني بدفع عن نفسي فما ينفعش ده يكون من الزكاة ليه طيب؟ لإن هو كأني أنا لو افتقرت و... 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 أنا لو كنت محتاج حاجة وصرفت على نفسي هل ممكن أعتبر ده من الزكاة؟ لا ليه طيب؟ لأني أنا الزكاه لازم تخرج للاخرين، ابني بقى ابني او ابويا ابني او ابويا لو انه افتقر بيبقى لو انا اعطيته الزكاه كاني بعطيها لنفسي باني كاني اعطيها لنفسي، امتى يجوز الكلام ده؟ اذا كان بقى ركبته ديون وهو مش قادر يسددها من جراء من جراء العمليات ولا من جراء ده ساعتها هياخد من سهم الغارمين ما ياخدش من سهم الفقراء والمساكين. خلاص؟ وهو ده اللي عليه الفتوى لكن هو مش هنقدر نديله من سهم الفقراء والمساكين لان هو كاني بدفع الزكاه لنفسي وان شاء الله ندعي له ربنا سبحانه وتعالى يجمع له بين الاجر بين تمام الاجر والعافيه وان شاء الله يجعل جسده الطاهر محل الالطاف ومحل البركه ومحل لنظر الله سبحانه وتعالى بالمدد وبالشفاء العاجل يا رب العالمين يا سادة النهاردة ما أحلى الكلام عن السعادة وازاي ما تكون ما نكونش سعداء واحنا العبيد اللي نظرهم نظر لهم السيد سبحانه وتعالى نظر الينا بنظر الرحمه وباللطف وبالجمال واعطانا حتى اغنانا اليس الله بكاف عبده وعشان كده كل ما تمشي في الطريق كل ما تمشي في الطريق هتلاقي الوان من الوان السعاده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب انوار وسعاده في التفاصيل اللهم انت الصاحب في السفر، فكل ما بتمشي في الطريق كل ما تلاقي السعاده لان الله هو الرفيق. تعالوا ندعو ربنا سبحانه وتعالى زي ما تعودنا في العشر الاواخر نقول اللهم انك ما ذكرتك الا لترفع عني غشاوة قلبي فارى ذكرك لي فحاشاني يا مولاي ان اراني قد سبقتك بالذكر لي فانت الذي تذكر اولا وانت الذي تذكر اخره فالحمد لك في هذا وذاك فيا مولاي اقبل عبدك الفقير واجعله على الدوام ممن يسمعون اسمهم في الملأ الأعلى ليذوب قلبه في ذكرك يا رب العالمين ندعو ربنا سبحانه وتعالى والنقي اللهم اني ذكرتك ما ذكرتك الا لترفع عني غشاوات قلبي فارى ذكرك لي فحاشاني يا مولاي ان اراني قد سبقتك بالذكر لي فانت الذي تذكر اولا وانت الذي تذكر اخرا فالحمد لك في هذا وذاك فيا مولاي اقبل عبدك الفقير واجعله على الدوام ممن يسمعون اسمهم في الملا الاعلى ليذوب قلبه في ذكرك يا رب العالمين